كنسكن في مدينة آسفي، حاليا منقطع على الدراسة مريح بسبب المشكل ديال العملية ديالي اللي كنت مكملتهاش، وكانوا وقعوا شي إجراءات من بعد اللي خلاوني مكملش العملية ديالي، مكملش العلاج ديالي في العملية ديال زراعة الأذن الصناعية اللي هي كتصاوب في الخارج، ومكتكونش هاد العملية في المغرب، كتكون في تركيا ولا في أمريكا ولا في فرنسا. حنا كنا اختارنا تركيا نظرا لأنها رخيصة من ناحية تكاليف ديال الترونسبور ديال العلاج ديال المبيت تمايا، حتاش طلبني الأمر 3.5 شهور تمايا في الخارج في الغربة باش نكمل المسائل ديالي، ولأن للأسف ما كملش العملية ديالي، كان كتطلبني فلوس كثيرة، داكشي علاش رجعت للمغرب. كنت درت العملية ديالي في 2017، رجعت بقيت 3 سنوات من بعد كولية، داكشي انفيكسيون في الراس ديالي، يعني دار لي ميكروب هذيك الاذن ولات كتقيح يوميا، يعني خاصني ضروري استعجالي انني نمشي عند الطبيب اللي دار لي العمليه النهار الاول في تركيا. طلب مني انني نجي استعجاليا باش نحيد هذاك الجهاز اللي داروا ليا، باش داك الميكروب ما ينتشرش الله يحفظ في الراس كامل. وهذا ما كان أخوه. بالنسبة هي الأذن في الأول كانت عادية كما كنقول خليقة ديال الله، ما كانت غير أذن واحدة. من بعد راك عارف كتعرض للتنمر، كتعرض بزاف الحوايج اللي كتضايقك، كتخليك أنك متكملش المسار ديال الدراسة ديالك. داكشي علاش حاولت أنني نمشي ندير هاد العملية ديال زراعة الأذن الصناعية، ولاني للأسف ما بحال ما كملش العملية ديالي كاملة، ما صدقاتش لي العملية كما كنقولو بهاد العبارة، يعني انه كيطلب مني انني هاد الحديد اللي درتو في الراس ديالي، 3 الحديدات اللي هما مشكل مغناطيس باش كتلصق فيهم الاذن الصناعي اللي كيصوبو ليك، هاد الحديد هذا اللي ديرو ما وافقش مع الدات، ما توالمش، يعني هو اللي دار لي الانفيكسيون، يعني هو اللي خاصني نحيدو دابا ضروري استعجالي. نمشي لتركيا للسيد اللي دار لي العمليه النهار الاول، هو اللي يكمل معايا الاجراءات باش يحيدوا لي هذا وتبرى ديك البلاصه ديال الاذن، ومن بعد نعاود العمليه من ازيرو من جديد اجراءات جديده. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، وان شاء الله نتمنى يشوفني شي محسن اللي يقدر يعاوني واللي يقدر يوقف معايا في هذه الازمه، والله يجازيكم بخير خويا. كنتمنى ان الناس يشوفوني، الناس اللي معنيه بهذا الامر والناس المحسنين اللي كيوقفوا مع الناس في حال هذه الحالات هذه، ولولا الظروف اللي خلاتني انني نلتجئ وندير فيديو وناشد فيه الناس انها تعاوني، باش ما كان بالقليل ولا بالكثير ربي ما كيخيبش العبد ديالو. وان شاء الله نتمنى ربي يسر ليا ويوفقني في العمليه ديالي، ونكمل العلاج ديالي باش نكمل الحياه ديالي كاي ادمي وكاي شاب طموح باغي يدير بزاف الحويجات. كنتمنى من الله يشوفوني المحسنين ولا الناس اللي تقدر توقف معايا في هذه الازمه، وشكرا لكم، الله يجازيكم بخير.